50 عالم آثار حضروا إلى السعودية للمشاركة في ملتقى آثار السعودية الأول، الذي يشمل ورش عمل وعرضا لقطع تعرض لأول مرة في السعودية. طبعا هؤلاء العلماء سيقدمون في جلساتهم أهمية الإرث للدول. المزيد في تقرير الزميل هانس فيان. أكثر من 50 عالم آثار من دول عدة حضروا إلى السعودية من أجل المشاركة في ملتقى آثار السعودية الأول والتعرف على الإرث التاريخي للمملكة وما شهدته أرضها من حضارات متعاقبة، مؤكدين على أهمية التعريف بمكانة المملكة الحضارية في العالم. الهيئة استطاعت فعلا أن تضع تفكير جيد وتوصله للإنسان، فوصوله لنا جميعا في هذه البلاد حظيظنا بمعلومات وعلم جديد بهذا الشكل. المبادرة الوطنية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعنى بالمحافظة على التراث الحضاري، ما دفع الهيئة إلى بذل الجهود وأثمرت عن تنفيذ مشاريع عديدة لتأهيل المواقع الأثرية وتوثيقها. نحن الآن نبني كميات عالية من المتاحف، مراكز الزوار، وهي متاحف حقيقة تعتبر متاحف وطنية في المناطق. المتاحف المملكة الآن تنتقل من كونها حاضنة فقط لقطع أثرية إلى متاحف كمراكز حقيقة ثقافية. الملتقى حرص ومن خلال ما نظمه من ورش عمل على إبراز الآثار من مواقع البحث والتنقيب لدائرة الثقافة والتنمية والاقتصاد، ما سيسهم في ربط المواطنين بآثارهم الوطنية وتعريفهم على البعد الحضاري لبلادهم. هاني الصفيان، العربية، الرياض.